يسعد اوقاتكم. نشر اخباري جديده من طلفي عبر شاشه عربيكا، ومثل الاسبوع لدينا الكثير من الاخبار والمواضيع اللي بنغطيها بشكل حصري لننقلكم اياها من لبنان بلاد العربيه وبلاد الاغتراب للنجوم اللي بتحبون. خليها تكون انطلاقتنا من قبرص، قبرص التركيه تحديدا، للحفل اللي طلت فيه النجمه نانسي عجرم بالمنتجع السياحي الشهير ميريت رويال، وقدمت فيه اجمل اغنيتها والجمهور من مختلف الجنسيات. كان لنا لقاء خاص وحصري مع نانسي، تحدثت فيه عن هالمشاركه وقيمة الصيفية كيف كانت، أكيد من خلال النجاحات اللي قدمتها من حفلات والمهرجانات اللي قدمتها، إضافة إلى جوائز إلى حصلت عليها، وفي رسالة بتوجهها بالوضع الراهن اللي عم نعيشه بلبنان والبلدان العربية، إضافة إلى جديدة. خلينا نروح ونشوف بالصورة كيف كانت إطلالة النجمة نانسي عجرم. Je n'applaudis pas, seulement
مساء الخير، اهلا وسهلا بالاستاذ نبيل شومان. اهلا وسهلا فيكم واهلا بالارابيكا تي في. يا هلا، مثل ما قلنا قبل تتذكر قلت لك انه هنبتدي الحفلات لما نخلص الاوتيل الجديد البريميوم، وهي اول حفله بالهواء الطلق ابتديناها مع نانسي، وان شاء الله كل شهر ونص مثل ما قلت لك عنا اكبر ستارز الدول العربيه عنا. وأنا بشكر الأرابيكا تي في أنه كان حاضر معنا، وبشكر الأستاذ محمد ياسين على تشريفه لعنا. كمان المرة الماضية كنا عم نشهد لافتتاح رويال بريميوم، مثل ما شفنا الافتتاح تم، خبرنا عن مميزات رويال بريميوم. الأوتيل بريميوم عنا قبل كل شيء أنه ممكن نجيب الأطفال عليه، عاملين ووتر بارك فيه، وعنا ملاعب للأطفال خصوصي منشان العيال ومنشان يعني ينبسطوا العائلات، خصوصا العائلات. أستاذ نبيل، بنعرف كان في رحلة من لبنان، من العراق، من الأردن، اليوم عرفنا أنه الخريطة عم تتوسع، يعني حتى حيصير في بكرة إن شاء الله زوار من لوس أنجلوس عم بتفكروا أنه كمان يحضروا من هناك أو من لاس فيغاس. مين قال لك ما عندي؟ اوريدي جايين العالم من لوس انجلوس ومن نيويورك ومن شيكاغو الليله مشان يحضروا نانسي. هذا عم نحكي ما يخص ضيافه هذا الاوتيل الرائع وحسن الضيافه والكازينو اللي هو اكبر كازينو باوروبا. نعم نعم، قبل كل شيء نحن يعني ما بدنا نقول انه ملوك الضيافه، بس العالم بتشهد شو بنعمل هون لكل زبايننا ولكل زوارنا. عنا الضيافة أهم شيء عنا، والاستقبالات، ويكون كل يعني كل الزوار مرتاحين عنا.
خبرنا على المشاريع اللي عم بتخططها للمستقبل بما انه حضرتك مدير الماركتينج والتسويق لهالمشروع الكبير اللي هي مدينة رويال. هلا طبعا بعد ما خلصنا هلا 3 اوتيلات، عندنا الاوتيل الرابع ان شاء الله بخلال سنتين بيخلص، وعندنا اوتيل خامس كمان 1200 غرفة كمان، وعندنا مول، وعندنا لونا بارك وفوت كورت وسينما كورت، كله هذا بخلال سنتين جاي ان شاء الله. بالنسبة لكل زوارنا اللي من كل دول العالم صارت، فاضطرينا لنعمل مطعم كيتشن يعني من كل دول العالم. عنا الفرنساوي، عنا الإيطالياني، عنا الفيش رستوران، عنا اللبناني، عنا الميديترانيان، اليوناني، كله عنا، والتركي طبعا. أنا مبسوط فيك يا عماد لأنك أنت جيت لعنا، هذا بالكل شيء. وبشكر العربيكا تي في بوجودك أنت عماد، وإن شاء الله على طول نعمل نجاحات، حفلات ناجحة يعني، ومنستقبل أكتر وأكتر ناس يعني. رفعناك من بلد إلى بلد إلى بلد، واليوم في قبرص وشفنا جنسيات مختلفة، وبصورة خاصة الحلو أنه الأبارسة والأتراك بيغنوا أغنياتك وبالعربي، مع أنه ممكن ما بيفهموا اللهجة ولكن من محبتهم لنانسي بيغنوا أغنياتهم. شو بيعني لك هذا الشيء؟ بنبسط كتير أكيد لما شوف ناس يمكن مش عم يفهموا شو عم قوله أو شو عم قول، مش عم يفهموا يمكن لغة اللي عم بغني فيها، بس بيحبوا الموسيقى لأنه الموسيقى ما إلها هوية. وأنا منبسط أكتر لما بشوفهم عم بيرددوا الأغنيات وهن ما بيعرفوا شو يعني، فهيدا يعني أكيد بحبوني، يعني أكيد بحبوا كل شيء عم قدمه والموسيقى والأغاني اللي عم قدمها. بتعرف عماد، هي مش أول مرة بغني بقبرص بحفلات هيك، يعني سبق وغنيت يمكن هديك السنة واللي قبلها غنيت بحفلتين كانوا بكمية يعني بحجم هيدي الحفلة اليوم. وأنا إجمالاً بحب غني بحفلات هيك لأنه أنا بنبسط، أنا والفرقة بنبسط بالصوت، بنبسط غني، فاليوم كنت كتير جاي عبالي غني. حلو حسينا كمان كيف الجو انقلب إلى طرب، وطالبوك بأغنية طربية، ومنها الأغنية اللي قلتيها بشكل رائع مستنياك. مستنياك عطول 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 بتلبوها من الناس بالحفلات، بحبوها من صوتك. خلينا شوي نحن على مشارف نهاية الصيف وحفلاتها، كيف بتوصفي صيفيتك؟ ونحن أكيد بنعرفها كيف كانت ناجحة ما شاء الله بكل الدول، والصورة تشهد لما قدمتي من لقاء مع الجمهور، ولكن أنت شو بتعنوني؟ صيفيتي كانت حلوة، كانت كلها مهرجانات وحفلات كبيرة،
رغم الظروف اللي لبنان كان عم يمرق فيها. بس أنا مثل ما سبق وقلت قبل إنه الفنان ما فيه بطل يغني لأنه هو قلب الوطن طبعاً. ونحن لازم يضل عنا عطول تفاؤل بالمستقبل. اقترب موعد الكليب المقبل مع إنجي جمال لتعرضيه ولا بعد في وقت لنشوفه؟ لا بعتقد بعد في شوية وقت نشوفه، يعني مش قبل شهرين إن شاء الله. عرب ايدول انطلق وعم نشوف كل اللي صار وشايفين وعم سامع عم بتقبي كثير من الاشخاص عم بيقولوا نانسي بشخصيه جديده هذا العام. نانسي؟ لا مش نانسي، واحده ثانيه. لا بتعرف على طول يعني ثاني مره مش مثل اول مره. هلا انا اكيد بعدني حساسه وبعدني ما في اقول لحدا لا، واذا بدي اقول لا بدي اقولها بطريقه بعدني انا بس اكيد مع الخبره ومع يعني سبق وعملنا موسم بكامله فاكيد اكتسبت انا شويه خبره بهالمجال، بس يعني مجال انه اقدر قول يلي انا حاسه فيه، قول يلي لازم اقوله اياه للمشترك يعني. فهالسنه حاسه انه بدي وصل اللي بدي بلا يعني شوي بقوة أكثر من هذيك السنة. نانسي صرحتي سابقا أنه سوبر ستار رغب علامي زميلك حيترك فراغ بمكانه، بعدك عند هذا القول وفينا نقول أنه وائل عب هذا الفراغ، وشو بتقولي؟ كل حدا عنده وجوده أكيد، يعني راغب كان له وجوده ونحن أكيد البرنامج فقده وهو له فقدي راغب. وأنا قلت أنه بقدر ما زعلت أنه راغب إجا على أنه راغب تركنا، انبسط انه وائل اجا، يعني هن اثنيناتهم بالنسبه لي اصدقائي وبس، يعني في محبه واحترام بتجمعنا. بتحس هيك بشيء جميل لما يكون نصفك الآخر إلى جانبك، وعم شوف الدكتور فادي بمعظم أو أكثر الحفلات عم بيكون معك؟ يعني بحب كثير لما بيسافر فادي معي، لما يكون عنده وقت أنه يترك شغله ويسافر بتكون أحلى سفرة عندي، بس يكون هو حد بحس هيك بسيبار من جوا معنا وكبير كثير. للعادي بدنا نعرف جمالك وطلتك وأناقتك اليوم من وين كانت؟ مكياجي اليوم لريتا بركاشي وشعري لمحمد إدلبي، واليوم لبسة إلي صعب. صوت حلو. شو حلو، معقول مش عم طار مش عم بتغني وعم بتغني بس الاحساس عم بتجيبه. ايه الاحساس. نانسي مثل ما عم نسمع ويسمع المشاهدين فتاة تركية ما بتفهم اللغة العربية ولا بتقرأ عربي، ولكن علمتيها تغني عربي. شفت هيدي محبة الناس الحقيقية. نعم نعم من عند الله. الله يديمها يا رب. مرسي.